وزير الداخلية النمساوي يلمح لخطط ترحيل اللاجئين إلى دمشق الآمنة. فيينا تنشئ منطقة منزوعة السلاح في الحي العاشر بسبب العنف. ارتفاع الدين العام في النمسا إلى 371.1 مليار يورو. وزيرة الاندماج تبدأ في صياغة ثقافة إرشادية نمساوية. وتقرير يكشف عن تردي شغخ اللاجئين في فيينا وعصابات المحروق. مكتب العمل يعطي الأولوية لطلبات الإعانة الإلكترونية. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على نمسا ميديا لهذا اليوم. جدد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنا تأكيده على أن المناطق المحيطة بدمشق أصبحت آمنة، مشيرا إلى عملية إعادة تفعيل عمليات الترحيل إلى سوريا. وأشار كارنا إلى أن وزارة الداخلية تسعى لإعادة ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان وسوريا، مشيرا إلى وجود برنامج للعودة الطوعية من هاتين الدولتين أو إلى دولة ثالثة مثل بلغاريا. وتنظم النمسا بالتعاون مع الدنمارك مؤتمرا في بداية مايو للدول التي ترغب في عقد اتفاقيات هجرة مع الدول الثالثة مثل الاتفاقية بين إيطاليا وألبانيا في ظل الطلبات المتزايدة لمزيد من التعاون الدولي. أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق منطقة محظورة السلاح في أجزاء من الحي العاشر في فيينا ردا على حالات العنف المتكررة، وستطبق ابتداء من يوم السبت وتستمر لثلاثة أشهر حول ساحة رويمان بلاتس ممتدة على طول لاكسمبورغ شتراسة إلى محطة السكك الحديدية الرئيسية، وبالتالي يمنع حمل أي أسلحة ويستثنى منها الأمور المهنية والمرخصة، وسوف يعاقب المخالفين بغرامات تصل إلى 1000 يورو وتتضاعف في حالة التكرار مع السجن. وقدمت مدينة فيينا مكاتب متنقلة للشرطة في المنطقة. كشفت بيانات إحصاءات النمسا عن ارتفاع الدين العام ب 20.4 مليار يورو في 2023 وصولا إلى 371.1 مليار يورو مع سجل قياسي في النفقات العامة. وعلق مدير الإحصاءات توبياس توماس على الأمر مشيرا إلى أن الدولة أنفقت أموالا أكثر من أي وقت مضى جزئيا بسبب تعديلات في الرواتب والمعاشات وتدابير مكافحة أزمة الطاقة، وتشمل العوامل الرئيسية للنفقات زيادة في نفقات الموظفين والمساعدات الاجتماعية وتكاليف الطاقة، بينما ارتفعت الإيرادات بفضل الضرائب والمساهمات الاجتماعية. ناقشت وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب مع خبراء مختصين كيفية عمل صياغة ثقافة توجيهية لتعزيز التوافق الأساسي في المجتمع. وأكدت راب على أهمية القيم النمساوية كسيادة القانون والديمقراطية وحرية الصحافة، مشيرة إلى التحديات الثقافية مثل معتقدات التشويه الجسدي وزواج القاصرات، مع تنويه بأن أغلبية المهاجرين يتقبلون الهوية النمساوية دون نسيان جذورهم. وانتقد حزب الحرية راب لدعمها أيديولوجية قوس قزح واسترضاء الإسلام السياسي وجمعياته. كشف تحقيق صحفي عن وجود شقق متعفنة في فيينا يقيم بها لاجئين في ظروف مروعة بما في ذلك العفن والآفات وتلف أنظمة التدفئة وتسريبات المياه. وبيّن التقرير ارتفاع الإيجارات إلى 1000 يورو شهريا، وحذرت منظمة دياكوني من مافيا الإيجارات حيث تشترى الشقق القديمة ويستغل حاجة اللاجئين للسكن، وطلبت بمزيد من الرقابة وتوفير المساكن بأسعار معقولة حيث يعاني اللاجئين من مشاكل صحية ويشعرون بالإحباط. ويذكر أنه يوجد عصابات لتأجير البيوت في فيينا تعمل بالأسود يتزعمها سوريون وعراقيون. أعلنت وزارة العمل في النمسا عزمها تفضيل طلبات الإعانة على البطالة الإلكترونية من خلال حساب EMS بهدف تسهيل العملية وزيادة الكفاءة. وستتيح الخطوة إرسال الطلبات والمستندات عبر الإنترنت مما يوفر الوقت، وستمكن هذه الخطوة موظفي EMS من تقديم دعم أفضل للباحثين عن عمل وتخصيص المزيد من الوقت لتوفير فرص العمل. وأكد وزير العمل والاقتصاد مارتن كوخا أن خيارات التقديم شخصيا ستبقى متاحة للذين يجدون الصعوبة في الوصول إلى الإنترنت. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.